إحياء اليوم العالمي لمكافحة داء السيدة بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للسيدة، بهدف والتي تهدف بالخصوص إلى تحسين الاستجابة الوطنية بالنظر للصورة الوبائية وديناميكية الوباء. ولهذا السبب أردنا أن نعبر من خلال هذا اليوم عن رغبتنا في مواصلة التزامنا قصد رفع هذا التحدي، وهذا ما تؤكده مختلف الأعمال التي أنجزت ومختلف الأنشطة التي نقوم بها والتي يتوجب أيضا تعزيزها في هذا الإطار. أود أن أشير وأثني على الجهود التي قامت بها مجموعة الأعمال المختلفة ومختلف مستخدمي قطاع الصحة والذين فقدوا أرواحهم خلال الجائحة رحمة الله عليهم في هذا اليوم، ومن خلال جميع الفاعلين الذين تصدوا بأرواحهم وبأجسادهم لفيروس كوفيد لجائحة كوفيد 19 عبر مختلف التدخلات والأنشطة الوقائية والعلاجية الجوارية للفئات الضعيفة المعرضة بشدة لخطر الإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسبة، وذلك التي تهدف إلى دعم الأشخاص المصابين وعلاجهم والتكفل بهم نفسيا واجتماعيا مثل الوساطة الاجتماعية وإيصال الأدوية. أتمنى كل التوفيق والنجاح لهذا اليوم العالمي وعلى الاحتفاء به ببلادنا، كما أنني أشكر كل القائمين ومستخدمي قطاع الصحة الذين يقفون سنداً إلى كل ما يمكن أن يؤثر على مشاكل الصحة العمومية وكل ما يمكن أن يكون لنا كتحدي للوقوف إلى جانب كل المرضى في قطاعنا، كما نتمنى لهم بالمناسبة كل الشفاء من هذه الأمراض الفتاكة، ولو أننا لن ندخر أي جهد للتكفل بهم في هذا المضمار. أعلن يومياً عن افتتاح هذا اليوم العالمي ببلادنا. شكراً لكم على كرم حسن الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن كانت هذه الكلمة الافتتاحية لوزير السياحة حول